جماعة أخبار عاجلة هو هائل الحكومة الأمريكية على وجهك بأنها تبيع بيتكوين بقيمة واحد مليار دولار في الشهر القادم وإيش التأثير اللي راح يسببه هذا على السوق اللي مجموعه راح أتكلم عن كل هذا راح أتكلم عن إيش اللي أنا أعمله شخصياً وليش أنا بغض النظر هنا على هذه الأخبار إلا إنه لسه قاعد أشتري البيتكوين بشكل مجنون راح أشرح في هذا الفيديو ليش وراح أتكلم عن أشياء كثيرة مختلفة لازم ننتبه عليها الآن إذا عندك أي كريبتو على الإطلاق فتأكدوا جماعة بأنكم تظلوا معي. من البدايه الى النهايه مرحبا بكم مره اخرى اسمي منصور اقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقميه كل يوم واعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناه اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب خلنا نبدا هنا الان في البيتكوين على فريم الاربع ساعات وتقدروا تشوفوا هنا يا جماعه بانه البيتكوين قاعد هنا ماشي بشكل جانبي وبعد هنا ان حصلنا على هذا الارتفاع الكبير داخل هذا الخط البني حافه الخط البني الان هنا قاعده تمسك سعر البيتكوين تقدروا تشوفوا هنا بشكل واضح جدا ماسكه سعر البيتكوين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 مرات وحتى هذه الشمعه هنا كمان يا جماعه هبطت اسفل هذه هذه الشمعه هنا هبطت اسفل هذا الخط وبشكل سريع حصلنا على ارتفاع وكنا عاني هنا شويه في اثناء الصعود عند حافه الخط ولكن في النهايه حصلنا هنا على تماسك داخل هذا الخط البني مره اخرى فهذه هنا يا جماعه بعض الاشارات الجيده اللي توضح لنا بانه الخط البني يمسك سعر البيتكوين وفي الواقع هذا السيناريو اللي كنت قاعد اتكلم عنه لما كان في احتماليه بانك تدخل في البيتكوين ولكن ما كنت عايز تشتري هنا تحت هذا الخط البني في الاسفل قلت بانه الشيء المحتمل بانه احنا راح نحصل على ارتفاع الى داخل هذا الخط البني راح نهبط الى حافه الخط البني ونحول هذا الخط الى مستوى دعم قبل ان نحصل على ارتفاع كبير للاعلى فهذا يا جماعه هنا لسه ماشي على حساب الخطه وكل شيء لسه اداؤه جيد. طيب الان السيناريو اللي كنت اتكلم عنه كمان بجانب البيتكوين هو العملات البديله هو الايثريوم. لانه وريتكم يا جماعه هذا هنا التشابه في الايثريوم عايز اوريكم هنا هذا لانه هذا هنا على الفريم الاسبوعي وتقدروا تشوفوا بانه هذه الشمعه الخضراء على وشك بانها تغلق اليوم. والى الان هذا لسه شكله مشابه جدا للشيء اللي حصل في السابق قبل ان شفنا الايثيروم هنا يرتفع بشكل كبير للاعلى وهذا هنا يا جماعه طبعا الايثيروم مقابل البيتكوين واللي تقدروا تشوفوا هنا يا جماعه شمعه حمراء كبيره شمعتين خضر وشمعه حمراء وبعدها شمعه خضراء قبل ان نرتفع هنا بشكل كبير هنا شمعه حمراء وشمعتين خضر شمعه حمراء وشمعه خضراء كبيره للاعلى واذا هذا التشابه الان حصل نفس التشابه السابق فهذا معناته بانه في الاسابيع القادمه الايثيروم راح يتغلب على اداء البيتكوين بشكل كبير جدا وهذا بكل تاكيد شيء لازم تكونوا منتبهين له الان واذا شفتوا هنا يا جماعه على السعر الاخر واللي هو الايثيريوم مقابل الدولار هذا هنا كمان على الفريم الاسبوعي في عندي يا جماعه هنا تشابه اخر من قبل تريدنج شوت عايز اوريكم في عندكم يا جماعه هنا سعر الايثريوم وهنا كمان في عندكم في الاسفل مؤشر الار اس اي وتقدروا تشوفوا هنا بانه في عام 2019 كنا نتماسك داخل هذه القناه في مؤشر الار في الوقت اللي كنا نحصل فيه على قاع مدور او منحنى هنا في الايثريوم فضربنا هنا اعلى المنطقه في هذه النقطه مره مرتين وبعد كده حصلنا هنا على هذا الهبوط وبعدها حصلنا هنا على التقاطع الذهبي للايثريوم وبعد كده بدانا بالصعود بشكل جنوني ولسه داخل هذه القناه على الار اس اي وكمان حصلنا هنا على التقاطع البولش في مؤشر الماكتي هنا في القمه الثانيه طيب الشيء يا جماعه المهم اللي لازم تنتبهوا عليه وهو انه هذا هنا طبعا كان انهيار الكوفيد وزي ما انتم عارفين انه انا اعتبر اللي حصل في السوق في او يعني اللي حصل في السعر هنا في اثناء انهيار الكوفيد هذا طبعا كان يعتبر حاله خاصه فنعم يا جماعه حصلنا هنا على انخفاض تحت هذا الشكل ولكن اذا ما كنا حصلنا هنا على هذا الانهيار الكامل في السوق كامل فما اعتقد بانه كنا راح نحصل على هذا الهبوط تحت هذا القاع المدور او المنحني طيب خلينا نروح الى الوقت اللي احنا فيه اليوم او الان وتقدروا تشوفوا بانه يا جماعه في عندنا بالضبط هيكل الار اس او نموذج الار اس اي في الاسفل اللي حصل في السابق وهي هذه القناه وفي عندنا كمان هذا القاع المدور وفي عندنا قيمتين في الاعلى هنا في الايثريوم مقابل الدولار والان هذا يقترح بانه اذا حصلنا على شيء مشابه مثل اللي حصل في السابق يعني شويه هبوط هنا في الايثريوم على الفريم الاسبوعي وبعد كده نحصل على التقاطع الذهبي محتمل بانه يحصل هنا في بدايه 2004 لانه مره اخرى يا جماعه هذا هنا على الفريم الاسبوعي وبعدها هنا نرتفع بشكل كبير للايثريوم طيب كيف يندمج هذا هنا او يتوافق هذا الشيء مع الرؤيه اللي تكلمنا عنها قبل شويه في الايثريوم مقابل البيتكوين تذكروا يا جماعه بانه هذا هنا الشارت يوضح قيمه الايثريوم مقابل البيتكوين وهذا هنا يوضح قيمه الايثريوم مقابل الدولار فاللي ممكن تشوفوه محتمل من ناحيه قيمه الدولار وهو انه الايثريوم ممكن يهبط الاسفل مع هبوط البيتكوين الاسفل ولكن الايثريوم مقابل الدولار هنا يرتفع بمعنى انه هذا هنا لسه يرتفع حتى على الرغم من انه من ناحيه الدولار او قيمه الدولار فكلا الايثريوم والبيتكوين يهبطوا للاسفل شويه فهذا هنا ممكن يهبط شويه ويحصل على شويه دعم وبعدها يرتفع للاعلى في آه كم اسبوع فهذا هنا يا جماعه احد السيناريوهات اللي آه فيها يلعبوا هذول الاتشارتين بنفس الطريقة مع بعض وكلا هذول الاتشارتين يكونوا صحيحين وطيب جماعة إذا شوفنا هنا كمان على الفريم اليومي عايزين نشوف هنا في الإيثريوم من ناحية اللوكس ألجو وكمان اللوكس ألجو جماعة هنا أعطانا إشارة شراء في الأسفل عند هذه النقطة عند 1650 تقريبا ومن هذه الإشارة هنا إحنا الآن إلى الأعلى مرتفعين بما يقارب 30% فهذا بكل تأكيد شيء رائع جدا ولكن اللوكس ألجو جماعة طبعا كل شيء يتوافق الآن هنا للإيثريوم علشان يحصل هنا على ارتفاع للاعلى لانه ممكن نحصل هنا على شويه تماسك في هذه النقطه ولكن من ناحيه التغلب على اداء بقيه السوق فاعتقد بانه الايثيريوم راح يؤدي اداء جيد جدا وبعدها الاموال راح تدخل الى العملات البديله وراح نحصل على ارباح هائلة هنا في السوق طيب هل ممكن تكون احد المحفزات هذه هنا وهي الموافقه على السبوت ايثيريوم اي تي اف؟ راح نشوف يا جماعه راح نشوف. طيب والان خلونا نرجع هنا اول شيء الى الاسواق التقليديه. تقدروا تشوفوا هنا بأن الاسواق التقليديه راح تفتح لاحقا اليوم فاعتمادا على الاتجاه اللي راح تتجه اليه الاسواق التقليديه سواء كان الاعلى او الاسفل فراح يكون كمان في عندنا رده فعل في سوق الكريبتو وهذا بالتاكيد راح يكون جيد لانه هذه الحركه الجانبيه هنا منذ يومين مش ممتعه جدا، عايز في الواقع هنا احصل على بعض التقلبات وكمان التقلبات طبعا بكل تاكيد جيده ومفيده لاستراتيجيات التداول تبعي علشان نقدر ندخل هنا ارباح كبيره منها فعايز اشوف يا جماعه هنا التقلبات ترجع فخلونا نشوف ايش اللي راح يحصل بخصوص هذا الشيء طيب من ناحيه الاسواق التقليديه خلونا يا جماعه هنا نشوف ايش اللي تعمله المؤسسات من ناحيه البيتكوين لانه في العاده لما السي ام تفتح واكيد راح تفتح لاحقا اليوم ففي العاده نحصل على ارتفاع بسبب الطلب الكبير هنا من المؤسسات على البيتكوين فنشوف هنا في عادة ارتفاع جيد وهذا يقود بقية السوق يعني مثل منصات التداول البقية العادية هذا يقودها إلى أنها هنا بمنصة ECME بشكل رئيسي تكون مدفوعة من قبل ECME لما تفتح طيب اه والسي ام اي يوم الجمعه اغلقت هنا عند 38 و600 دولار فهذا معناته بانه لما تفتح السي ام اي اليوم لاحقا فراح يكون في عندنا هنا فراغ طيب فراح تفتح خلينا نشوف كم سعر البيتكوين الان 37750 دولار فراح نفتح هنا في هذه المنطقه فهذا هو جماعه الفراغ اللي راح تشوفوه طيب والسؤال الآن هو هل راح نعبي هذا الفراغ أو لا؟ لأنه هذه هنا لسه تعتبر استراتيجيه أو شيء ناس كثير يهتموا فيه وهو إنه لما نحصل هنا على فراغ في السي اللي إنه تفتح أكيد طبعًا تفتح في منطقة سعر مختلفة عن منطقة الإغلاق ففي العادة نشوف هذه الفراغات يتم تعبئتها، يعني على سبيل المثال أحد الأمثلة على هذا الشيء راح يكون هنا. تقدروا هنا تشوفوا هذا الفراغ، تقدروا تشوفوا بأنه أغلقنا يوم الجمعة هنا وفتحنا يوم الأحد في هذه النقطة، لأنه سعر البيتكوين كان أعلى يوم الأحد فهذا الفراغ هنا في العادة يتم تعبئته اعتمادا على بعض المتداولين طيب فيعني نحصل على هذا الهبوط وهذا هنا يعبي الفراغ في هذه المنطقة وعندنا هنا مثال آخر طيب في عندنا هنا فراغ صغير هنا فتحنا يوم الاحد بشكل صاعد وبعدها هبطنا وفي الواقع عبينا هذا الفراغ في هذا الذيل وبعدها بعد تعبئة هذا الفراغ حصلنا هنا على ارتفاع فناس كثير يتداولوا اعتمادنا على هذا الشيء وكمان تقدروا هنا تشوفوا هذا الفراغ فتحنا هنا بشكل صاعد وحصلنا هنا على هذا الهبوط عبينا هذا الفراغ وبعدها ارتفعنا للاعلى ولكن نشوف يا جماعه هذا ما يحصل طول الوقت خلونا نشوف لانه هنا خلونا نشوف على هذا الفراغ عندنا نفس الشيء حصلنا هنا على هذا الفراغ ولكن ما هبطنا مره اخرى هنا لتعبئه هذا الفراغ وبعد كذا في عندنا هنا نفس الشيء هنا حصلنا على هبوط واعدنا تعبئه هذا الفراغ وارتفعنا للاعلى فيعني مش 100% موثوق ولكن في اغلب الحالات نعم هذه الفراغات هنا يتم تعبئتها ولكن هذا هنا مش شيء راح تداول اعتمادنا عليه بصراحه ففقط حبيت اني اوضح هذا shape. طيب من ناحيه كمان البيانات بيانات الاون ففي عندنا جماعه هنا الان كسرنا مستويات مقاومه قويه جدا هنا في هذه البيانات فمن ناحيه مستويات المقاومه المهمه جدا هنا على الاون تشين بمعنى انه عند اي سعر كل البيتكوين الموجود حاليا في السوق ما هو السعر اللي تم تجميع كل هذه البيتكوين عنده تقدروا تشوفوا هنا في اثناء الصعود كميات كثيره من البيتكوين تم شرائها عند ألف دولار فهذا هنا كان مستوى مقاومه قوية. جدا على الاون تشين كسرنا فوقه وكمان كثير من البيتكوين تم شراؤه عند وثلاثين الف دولار والان كسرنا فوق مستوى المقاومه هذا هنا والمنطق وراء هذا الشيء وهو شيء مثل يعني اذا اشتريت البيتكوين عند خلونا نقول مثلا اربعين الف دولار واذا انت غرقان يعني بمعنى انه صفقه البيتكوين تبعك في خساره خلونا نقول مثلا منذ سنتين فعندما توصل الى مستوى اربعين الف دولار فانت راح تكون عند مستوى متعادل فربما انت راح تكون عايز بانك تطلع من هذه الصفقه أو أقل شيء تطلع بشوية أرباح قليلة أو يعني تطلع بشكل متعادل فهذا هو المنطقة جماعة خلف النظر هنا على هذه البيانات بيانات الأون تشين فعشان كذا جماعة احنا قاعدين نشوف هنا على هذه البيانات وفي عندكم يا جماعة هنا كمية كبيرة عند مستوى ألف دولار فتقدروا تشوفوا يا جماعة بأنه ما في مقاومات قوية من الأون تشين هنا إلى أن نوصل إلى هذه النقطة وإلى الآن ارتفعنا فوق معظم هذه المستويات فهذا هنا كمان شكله جيد إذا شفت هنا على بيانات الأون تشين اللي نقدر نراقبها والان جماعه من ناحيه صفقاتي الخاصه ففي عندي هنا استراتيجيه تداول لسه تؤدي اداء رائع جدا ولكن التقلبات مؤخرا كانت صغيره جدا فيعني في ما شفنا هنا نمو او ارتفاع كبير في هذه الصفقات على الاوكي اكس او حتى على جيت ولكن لسه شكلها هنا جيده جدا ولما ترجع التقلبات فانا متاكد بانه هنا راح نضيف ارباح اكثر والنسبه هذه هنا طبعا راح ترتفع في كل يوم يمر فهذا بكل تاكيد شيء رائع جدا وخلونا هنا نستمر طيب آه، عايز كمان نتكلم على بوتاتي على كيت بشكل سريع لأنه وصلنا هنا إلى الحد الأقصى اللي هو 600 مشترك. فا اذا عايز تشترك هنا فإضغطها على slot reminder علشان تعرف لما يفتحوا مقاعد اكثر مش عارف طبعا اذا راح يرفعوا الى الحد الاقصى هنا او لا ولكن اذا ضغطت على slot reminder فراح يجيك اشعار لما يكون في مجال متاح واذا عايزين يا جماعه تستخدموا اسرع تداول هذه هنا فروحوا الى صندوق الوصف لهذا الفيديو سجلوا في الأوكي اكس واطلبوا البونص هذا 60000 دولار اضغطوا هنا اضغط على انضم الان وبعد كده تقدر تنضم إلى الاوكي اكس بضغط واحده من هذه الروابط وزي ما قلت يا جماعه اذا مش قادر بانك تستخدم الاوكي اكس فاكيد تقدر تستخدم البابت اذا عايز تعرف كيف تستخدم البابت فتقدر تشوف هنا الرابط في اعلى صندوق الوصف وكمان اذا عايز تستخدم البيت اذا انت طبعا مش قادر بانك تستخدم البابت او الاوكي اكس فتقدر هنا تستخدم البيت سجل هنا في هذه المنصه وراح تحصل على بونص 8400 دولار وبعدها اضغط هنا على هذا الرابط وراح ياخذك الى هذه الصفحه وبعد كذا تقدر تستخدم سلوت ريمايندر علشان اه يتم تذكيرك او تحصل على اشعار لما يكون هنا في مجال متاح لدخول مشتركين او مستخدمين اكثر وفي الواقع يعني مش عارف ليش في عندهم هذا هنا الحد الاقصى بالنسبه لي يعني ليش ما يخلوه بدون حد اكيد يعني كلما كل ما كان اكثر كل ما كان افضل للناس بانهم يعني راح يكون في عندهم فرص اكثر ولكن ما اعرف هذا هنا طبعا شيء متعلق بالمنصه هذا مش بيدي فاعتذر على هذا الشيء ولكن تقدر تستخدم الاوكي اكس الاوكي آه على اي حال طبعا آه افضل من ناحيه هذه البوتات يعني في عنده ادوات افضل فأتأكد اول شيء اذا تقدر تستخدم الاوكي اكس فاستخدم آه الاوكي اكس افضل. طيب جماعه انا عايز اتكلم عن شيء كبير لانه في عندنا الان هنا 45 يوم متبقي ليتم الموافقه على السبوت بيتكوين اي تي اف. هل تعتقدوا يا جماعه بانه راح نحصل على آه موافقه قبل هذا الموعد والحكومه الامريكيه الان على وشك بانها تبيع كميات كبيره من البيتكوين وراح اقول لكم ليش. تذكروا جماعه بانه ناس كثير ناس هذا الشيء ولكن في الواقع في عندهم 30 الى 40 الف بيتكوين وهذا الشيء قالوا بنفسهم بانهم هم راح يبيعوا قبل نهايه هذه السنه وهذا يا جماعه طبعا مقال قديم منذ تاريخ 12 شهر 7 وانا متذكر يا جماعه انا متذكر بان وزاره العدل الامريكيه قالوا بنفسهم بانهم هم راح يبيعوا كل البيتكوين تبعهم وكان في عندهم 40 الف بيتكوين واحنا اوريدي عارفين بانهم باعوا 1000 بيتكوين ففي عندهم الان اقل شيء 30 الف بيتكوين فهم قالوا بأنهم راح يبيعوا هذه الكمية قبل نهاية هذه السنة فهل هذا هنا راح يضغط ويسبب الضغط بيع وهبوط في البيتكوين زي ما قلت جماعة هذه هنا قيمتها واحد مليار دولار فيعني هذه هنا مش فكة هذه هنا أموال كثيرة ولكن شوفوا يا جماعة إذا شفنا هنا على وضع الباينانس فإحنا عارفين بأنهم تم تغريمهم أربعة مليار دولار للوصول إلى تسوية مع وزارة العدل فالسوق ارتفع بعد هذا السوق ارتفع بعد هذا لأنه هذا هنا كان عدم يقين كبير في السوق فالآن انزاح عدم اليقين هذا هنا هو بالتالي السوق ارتفع وهذا الآن يا جماعة الآن كمان عدم يقين كبير في السوق بسبب هذا الشيء فما راح أكون متفاجئ بأنه إذا في الواقع باعوا البيتكوين هذا هنا في السوق ما راح أتفاجئ إذا السوق ارتفع لأنه البيتكوين خلاص تم بيعه وهذا الشيء انتهى فيعني في ما راح يكون في خوف أكثر هنا في السوق ولكن الشيء المهم يا جماعة أنه هل هم الآن أوردي خلاص باعوا الكمية هذه هنا أو لا أعتقد اعتقد بانه هم اذا اوريدي باعوا البيتكوين تبعهم هذه هنا في الاشهر الماضيه فلازم بأنهم هم راح يطلعوا ويعلنوا عن هذا الشيء هذا هو اللي عملوه في ال ألف بيتكوين السابقه قالوا بانه شوفوا احنا الان خلاص بعنا ألف بيتكوين ولسه في عندنا ثلاثين ألف بيتكوين متبقي وراح نبيعه قبل نهايه هذه السنه فهذا هو اللي قالوه جماعه بنفسهم والسؤال هو هل هم الان اوريدي خلاص باعوا هذه الكميه او لسه قاعدين يبيعوها الان او لسه راح يبيعوها قبل نهايه السنه وربما كمان يا جماعه يكونوا مددوا هذا الشيء ولسه ما كلمونا عن هذا الشيء، لسه ما اعلنوا عن هذا الشيء وراح آه يبيعوه في السنه القادمه، ولكن اعتقد بانه لما يطلعوا ويقولوا بانه احنا خلاص الان بعنا كميه البيتكوين هذه هنا، انا مش مستبعد بانه راح ممكن ممكن نحصل على ارتفاع كبير لانه هذه هنا عدم اليقين هذا خلاص انزاح وانشار من السوق، حتى ولو بداوا ببيع كميه البيتكوين هذه هنا الان وربما يعني آه مثلا آه سعر البيتكوين راح يهبط شويه وراح يكون يكون في تجميع في كل هبوط، كل هبوط طبعا يحصل هو فرصة شراء جيدة وهذه يا جماعة الأشياء اللي إحنا مش عارفينها حاليا، ففقط أجمع هنا كميات كبيرة من البيتكوين بأكبر قدر ممكن وفي النهاية أكيد راح يطلعوا ويقولوا بأنهم خلاص باعوا كل شيء، بعد كده راح نحصل على ارتفاع، ففي أشياء كثيرة يا جماعة بولش تحصل للبيتكوين والكريبتو فيعني أكيد ما راح أكون خائف بشكل كبير بسبب هذا المقال هنا لأنه زي ما قلنا يا جماعة هذا هنا طبعا يعتبر شيء صغير جدا لما نشوف على الصوره الكبيره للبيتكوين وكل شيء على المدى الطويل، واذا كمان اخذنا بعين الاعتبار البيتكوين سبوت اي تي اف فهذا قد يعطيك فرصه دخول رائعه جدا وراح اسمي هذا هنا بصراحه نعمه اذا في الواقع حصلت على انخفاض بسبب انه بسبب انه هذول الناس باعوا البيتكوين، فراح اقول يا جماعه بانه هذه هنا تعتبر فرصه جيده جدا لكل الناس اللي يلوموا نفسهم الان بانهم ما دخلوا عند 30 او 33 او عند اي سعر. إذا في عندكم يا جماعة الفرصة فأكيد ما راح تضيعوها، فبشكل عام يا جماعة أكيد راح يكون في عندنا هبوطات كبيرة في السوق بغض النظر يعني سواء الحكومة الأمريكية باعت أو لم تبع هذه الكمية فأكيد على أي حال راح يكون في عندنا 15 20 25% انخفاضات في السوق حتى كمان في البول ماركتس، فمهما حصل أنا قاعد هنا أجمع كميات أكبر من البيتكوين بأكبر قدر ممكن وأكيد زي ما قلنا إذا عايزين تستخدموا اللوكس ألجو اللي ورد هنا في الفيديو فتأكدوا يا جماعه بانكم تروحوا الى صندوق الوصف لهذا الفيديو في عندكم كمان الرابط هنا افضل اداه للتداول متاحه عن طريق هذا الرابط وتقدروا تستخدموها اذا انتم عايزين طب جماعه هذا كل شيء عندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم